أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وبداية نشرة من جدل النتائج الأولية لانتخابات تشرين، حيث طلب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي مفوضية الانتخابات بإصلاح ما وصفه بالإجحاف والخلل الذي رافق العملية الانتخابية الأخيرة، فيما دعا إلى ضرورة طمأنة الشارع العراقي والكتل المتنافسة بالانتخابات على أصواتهم واحترام خيارات المصوتين لهم. وشدد المالكي في بيان له على ضرورة أن تأخذ مفوضية الانتخابات الأمر على محمل الجد والحرص وإصلاح الخلل دستوريا وقانونيا بعيدا عن أي تقصير أو ميل نحو طرف من الأطراف المتنافسة، مؤكدا في الوقت نفسه وقوفه مع مطالب إصلاح الخلل وليس الفوضى التي قد تحصل دون طمأنة المتنافسين من القوى السياسية الوطنية.